أما في الجنة يا غالي فخذ الأربعة الطيبة واترك الأربعة السيئة، اجتماع بلا تفرق، وفرح وأنس وطمأنينة بلا ضيق ولا نكد، وقوة وشجاعة بلا ضعف ولا مرض، وحياة بلا موت، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وذكر في آية أخرى: وقليل من عبادي الشكور. يا اخواني تعرفون ايش الحل؟ ولقد جئناهم بكتاب، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. تعالوا نسمع إلى هذا الموقف. الحين أنت في الجنة في قصورها وعلى أنهارها، إيش أنهارها؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. طيب الآن أنت على النهر وأنا على نهر ثاني، والثالث في قصره، والرابع مع زوجته. شوية أهل الجنة في النعيم يشرق عليهم نور فينظرون، وإذ به الله جل في علاه قد اطلع إليهم وناداهم وقال: سلام عليكم يا أهل الجنة. فيردون كلهم بصوت واحد ويقولون: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شيخ منصور، هذا الدعاء متى يقال في الحياة الدنيا؟ الصلاة. متى نقوله يا أخوان؟ بعد الصلوات الخمس. تدرون أنا إيش فهمت من هذا الموقف؟ والله وتالله وأقسم بالله لن يكون في الجنة ولن يسمع كلام الله ولن يرد السلام على الله ولن ينظر إلى وجه الله في الجنة إلا من كان محافظا على الخمس الصلوات في الحياة الدنيا. والدليل: والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون.